الشخص الذي كان جالسا بجانب محسن الحكيم ذكره، محمد جمال الهاشمي، هذا ابن جمال الدين القلبايقاني الذي كان مرشحا للمرجعية بعد أبو الحسن الأصفهاني، ولكن محسن الحكيم أخذ المرجعية بالقوة، عنده عصابة من البلطجية من الشقاوات، عصابة حديد وعباية، هذه العصابة كان يديرها ولده الذي كان يشرف على المرجعية محمد رضا الحكيم. عن طريق هذه العصابة استولى محسن الحكيم على المرجعية. هذه معلومات دقيقة دقيقة دقيقة، أنا لا أكذب عليكم هنا، هذه معلومات دقيقة دقيقة دقيقة، هذه معلومات تمثل الحقيقة الحقيقة الحقيقة. كانوا يضحكون علينا ويقولون كرامات محسن الحكيم، محسن الحكيم نائب صاحب الزمان، هذا كله ضحك على الذقون، الحقيقة هي هذه. بحيث في أحد المرات في بدايات المرجعية جاء محمد رضا الحكيم مع عصابته إلى الصحن وضربوا أهانوا أتباع جمال الدين القلبايقاني وكان في طريقه إلى الصلاة، فلما سمع بالأمر رجع وقال أنا لا أريد الصلاة ولا أريد المرجعية، واعتزل في بيتي، اعتزل لا زهدا، خوفا خوفا، لو كان عنده عصابة لدخل في صراع. هذا ولده محمد في ذلك الوقت كان ينظم القصائد في ذم محسن الحكيم، هو شاعر معروف، ولكن بعد ذلك لما يئس من مرجعية أبيه صار في حاشية محسن الحكيم واختاره محسن الحكيم مرافقا له. لماذا؟ كي ينسى ذلك الباب، كي تنسى مسألة مرجعية أبيه وأنه كان مرشحا بعد أبو الحسن الأصفهاني بترشيح من أبو الحسن الأصفهاني. الأمور هكذا كانت تجري ولا زالت تجري بهذه الطريقة، يضحكون علينا مثلما يضحك بعضهم على بعض، صدقوني هذه التفاصيل حقيقية حقيقية حقيقية.